سينما موظف في التليكوم، موظف سينما ويسكن بجنب الولاية بس التليكوم في البوسطة بجنب الولاية سينما يخدم في البيرو الدار نتاعه في التليكوم في البوسطة مضبوط بالضبط كروموتاجك في راسه الله أعلم ضربة هي توا ليلة ضربة ما في راسه وعينه مباشر لا 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 مباشر ضربة مباشرة جاية صاحبي توفى صاحبي نعرف هكا تحل منا محمد المفتي هذاك محمد المفتي انا احد انا كحله باش ضربوه كرموجان كرموجان كلها كحله كلها ما انا كحله ريته كلها كحله وقع قتل ويضعي طيب هو حاضر في مسيره ولا يسير عامل كورتيج هو عامل كورتيج مع صحابي مع زملاء بدا منا جماعه انا اكحل مال ضعيف هكا انا زميلي في الجبهه وزميلي في النظام ما علينا ما مش هذا مش هذا أعطينا العملية حضرت الشهادة أعطينا الشهادة تعال بالضبط كيفاش ضربوا لا يجوز العمى قاعدين كورتاج معاهم ثم سمحني خلينا نكلم كورتاج عاملين جيت معاهم نظرا بأنه نحن نقول عبيد عاقلة شوي نقولوا شوي ما نكذبش عليك هربت شوي جاي زميلي قال لي راهو شو صح ما تضرب عم بين محمد مفتي مشيت ريتو جيت واحدة لهنا ريتو واحدة لهنا مات الراجل اش تحب ما نجمش نحكي كيفاش تضرب انتو الرفيق محمد المفتي فارق الحياة نحب نوجه رسالة كلفنا ذلك ما كلفنا لن نعود إلى منازلنا إلا بعد إسقاط حزب الإخوان إلا بعد إسقاط حكم الإرهاب إلا بعد حل المجلس التأسيسي إلا بعد حل الحكومة لن نعود إلى منازلنا وإن عدنا سنعود في جثاميننا لن نعود أبدا وهذا كان فرق في أربع غرزة كنت من هناك جد واحد زاد بعد الكومبلوز وثم مازالوا طايشين شوف هلا خلي 4-5 ورز لك شوف مريولة كيفاش بالدم انا غسلناه راه كان كل بالدم ها مريولة بالدم ها كان الكل بالدم انا غسلناه هاني خلعه بالدم انت كيفاش جاتك هاني خلعه بالدم انا قاعدين نتفرجوا انت كل بالدم غسلناه احنا قاعدين نتفرجوا مثلا احنا قاعدين ندوا كل شعاراتك وهم غدرون غدران ما مس حد لا حد ما حد قاعدين بحدهم رانا غدرون غدران فاش جايين يقولوا احنا قاعدين صفق الناس قاعدين لوطروا بعدين جنازه الرمزيه نتاع الشهيد وبعدين نصفق معاهم هما غدرون فاجونا من الغش عملتوا باتمون دوكور نتاعهم هابط الاخر الباتمون دوكور نتاعهم ما خليناش حتى واحد ما خليناش حتى واحد تصور راهو في الدنيا صحيح الزر الصغار جو مرات حفزوا المسير ما خليناهمش ويا ما تحاتوا ولا شيء والله ما حنان محجر شدينا بروح